دلوقتي خلينا نروح نادي الزمالك نفسه عشان نعرف احنا رايحين فين والمؤشرات بتقول ايه. الزميل احمد المساري، مساء الخير. مساء النور زميل عزيز احمد عفيف. زميل احمد المساري اتفضل، قول لنا ايه الاجواء عندك؟ سمعنا ان في مشكله قبل او بعد غلق باب التصويت وان الدنيا دلوقتي بتحاول تهدى عشان يبدا الفرز، احكي لنا الاجواء عندك شكلها ايه؟ الزميل العزيز احمد عفيفي من هنا من امام المقر الخيمه الرئيسيه والتي ادلى بها الناخبون بعمليه التصويت امس واليوم. حتى الان لم يتم فرز الاصوات انتظارا لوصول الصناديق التي تم التصويت بها بالامس، وايضا بسبب اصرار رئيس اللجنه المشرفه على الانتخابات بعدم عمليه الفرز الا بعد اخلاء القاعه تماما من الناخبين وانصارهم وايضا رجال الاعلام. الحقيقه دلوقتي سياده المستشار اعلن ان الاعلام هيخش دلوقتي يغطي عمليه الفرز، لكن خليني اقول لك زميل احمد عفيف ان المستشار محمد السيد خليفه رئيس محكمه الاستئناف ورئيس اللجنه المشرفه من قبل اللجنه الاولمبيه اكد لينا ان عدد الناخبين بالامس كان تقريبا 15,000، زاد اليوم الى حوالي 18 او 19,000 ليصل عدد الناخبين خلال اليومين الى حوالي 34,000 ناخب. ايضا المستشار هشام مصطفى نائب رئيس اللجنه العليا المشرفة على الانتخابات أكد أيضا أنه لن يتم فرز أي صندوق إلا في حالة وصول الصناديق التي تم فيها الإدلاء بالعملية التصويتية بالأمس. أيضا حصلت مشكلة من المرشح على منصب العضوية المرشح لؤي دعبس، الحقيقة كان معترض على غلق باب الترشيح في تمام الساعة العاشرة بسبب عدم قدرة بعض الناخبين على الإدلاء بأصواتهم نتيجة للمشاحنات اللي حصلت بين القائمتين، قائمة العميد أحمد سليمان وقائمة المستشار مرتضى منصور. إذن هذا كل ما لدي زميلي أحمد عفيفي. الزميل أحمد المسيري، من رؤيتك لسير العملية الانتخابية أو لسير العملية التصويتية لغاية دلوقتي النهاردة، تقدر تدينا مؤشرات؟ هل في حد متقدم بشكل مريح؟ هل في حد ممكن يكون حسم مكانه في مجلس الإدارة؟ ولا كل الأمور لسه لم تحسم بعد؟ يعني كل المؤشرات بتصب في مصلحة المستشار مرتضى منصور على حساب منافسي العميد أحمد سليمان، أما بالنسبة لمنصب النائب فالحقيقة المنافسة محتدمة بين الثلاثي المستشار أحمد جلال إبراهيم وهاني العتال وأحمد مرتضى منصور، فيما منصب العضوية أعتقد أن المنافسة رايحة للأستاذ سيف العماري على حساب الأستاذ حازم. في العضوية الحقيقة المنافسة شرسة بين جميع المرشحين، ما فيش حد يقدر يقول مين يتفوق على مين. الحقيقة كل الناخبين اليوم لم يلتزموا بقائمة موحدة، يعني حصل في لخبطة شوية بيدي لقائمة المستشار مرتضى منصور على بعض المرشحين من قائمة العميد أحمد سليمان والعكس. تمام، هل صحيح ما تداول عن طلب الكابتن أحمد سليمان وجود قوات من الشرطة في عملية الفرز؟ الحقيقة أنا توجهت للمستشار هشام مصطفى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات هذه اللحظة وسألته، قلت له هل أنتم بالفعل طلبتم قوات خاصة لتأمين العملية الانتخابية؟ الحقيقة الراجل نفى تماما وقال إن مديرية أمن الجيزة بتتولى عملية التأمين ومفيش ما يستدعي استدعاء بعض القوات الخاصة لتأمين العملية الانتخابية، الأمور حتى الآن تسير بشكل طبيعي، مفيش ما يستدعي الاستعانة بقوات أمن خاصة. زميل أحمد المسيري بشكرك جدا جدا جدا، وهنتواصل معاك مرات أخرى عشان نعرف أخبار الفرز رايحة فين إن شاء الله.